السلام عليكم، مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير على حسب الموضوع. احنا اليوم مخصصين الى التحف والمعارض في ماليزيا كل الامور. هذا المتحف الوطني، يعني بعد تخلي الدولارات ويطلع لك العصير الطازج، حمامات مثل ما السيارات القديمة من ديك السنين. طبعا الموسيقى والعود ما ينفع. وماليزيان بيبول اولويز ويلكمينج بيبول. اهم شيء الفن، لازم تعطيه حقه. Thanks a lot. We really enjoyed in your museum. Yeah.